الثروة السمكية في الجزائر لم تتراجع، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية. لكن رغم هذا تسعى الجهات الوصية إلى الرفع من القدرة الإنتاجية عبر طرق بديلة. فعندنا مركز بحث لي ومركز بحث تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، في آخر دراسة قام بها أثبت بأن المخزون السمكي الجزائري لم ينخفض، فهو يعني بقى ثابت. عندنا ثروة حوالي ثابتة ب 100 ألف طن، يعني ثابتة. فرفع الإنتاج تاعنا يرتكز على استراتيجيتين، استراتيجية صيد يعني في مياه أخرى وفي عالي البحار، وكذلك نموذج رفع إنتاج نموذج تربية المائيات. وإحنا هذه السنة عرفنا ارتفاع في الإنتاج ب 7%. تطوير المهنة يمر حتما عبر تحسين ظروف الصيد والصيادين بشكل عام من خلال استحداث هيكل قانوني يكون وسيطا بين مهنيي القطاع والجهات المسؤولة. فالمشاكل هذه اللي متواجدة تعود لعدة أسباب، منها إعادة النظر في تنظيم مخططات الرسول للسفن، منح للصيادين والمهنيين سواء حتى الخياطين لشباك الصيد لمهاجع الصيد، يعني لكاز بيشور، باش يقدروا يخدموا بطريقة يعني مريحة. ثالث شيء هي النظر في الخدمات، سواء كانت الخدمات العادية للصياد اللي يحتاجها في الحياة اليومية المهنية نتاعو. ما تملكه الجزائر من مقومات في قطاع الصيد البحري يجعل تطلعات الفاعلين في القطاع والمواطن كبيرة، وذلك للرفع من القدرة الإنتاجية وتوفيرها بأسعار مناسبة.